طيب النادي الاسماعيلي تعرفين خلاص خوان براون خارج النادي الاسماعيلي بكل اللي حصل. الاسماعيلي خايفين عليه بصراحه، كلنا بنحب الاسماعيلي، كلنا خايفين على الاسماعيلي وموقفه في جدول الدوري يقلق. فنفهم اكتر الوضع بالنسبه للنادي الاسماعيلي في الفتره اللي جايه مع الاستاذ خالد زين نائب رئيس نادي الاسماعيلي. يا فندم صباح الخير على حضرتك. اهلا بيك، مشرف ومنور. ربنا يخليك. طمنا على الاسماعيلي وحال الاسماعيلي والفتره اللي جايه في ايه بخصوص الجهاز الفني الجديد للنادي الاسماعيلي. لا انا مش قلقان على النادي الاسماعيلي، ان شاء الله احنا الفتره الجايه احسن. احنا عندنا فرقه كويسه قوي، عظيم، عندنا لعيبه قدام كويسين، وعملنا استكمال بالصفقات في يناير كويس. كل مكان في اثنين او ثلاثه كلهم قريبين من المستوى. احنا بس التجانس والتنظيم هو اللي ناقصنا شويه، عشان في اكثر من 6-7 لعيبه دخلوا في التشكيل جديد. لكن انا متاكد ان احنا الفتره الجايه تبقى مختلفه يعني. طيب رحيل خوان براون كان في استعجال، كان في يعني قرار غاضب، ولا ده كان باتفاق مجلس الاداره بالكامل؟ لا يعني احنا اول حاجه علاقتنا بمستر خوان حتى بعد ما حصل التسرب التراضي علاقه جيده جدا، وحتى هذه اللحظه هو في الاسماعيليه ولسه ما سافرش، وعلاقتنا دي كويسه جدا، وهو مدرب كويس. لكن انت عارف في كره القدم ساعات التوفيق ما بيبقاش موجود، واحنا يعني الحقيقه يعني مش هقول قدمنا له الفرصه، واخد فترتين توقف كانت كفيله جدا بعمل فتره اعداد كويسه جدا للفرقه. في عدم توفيق وده وارد، مش معنى كده ان هو مدرب سيء، لكن هو ما كانش عنده توفيق مع النادي الاسماعيلي. حسينا ان الفتره دي محتاجه حد من النادي او من الناس القريبين من النادي، عشان خاطر يعني يقدر بسرعه يدخل التجانس ما بين اللعيبه. فاخذنا القرار ان شاء الله، وخدناه بالاتفاق يعني مع مستر خوان، يعني ما كانش في اي مشكله في انهاء التعاقد يعني. خوان براون اختار كام لعيب من اللاعبين اللي انضموا للزمالك في الاسماعيلي عفوا في يناير؟ احنا في لجنه فنيه ولجنه تعاقدات كانت هي المسؤوله عن التفاوض وعرض اللعيبه مستر خوان. يعني معظم اللعيبه اللي كان مستر خوان الا اللعيبه الصغيره اللي هتبقى مستقبل النادي، اللي هو مش عشان تلعب النهارده، لا يعني اللي هي بتتجهز للفتره القادمه ان شاء الله. دي ما كانش يعني بناخد راي فيها على اساس ان ده يعني ما هواش بتاع الفتره الحاليه، ده كان للفتره القادمه ان شاء الله. وكنا برضه رغم كده كنا بناخد طبعا راي اللجنه الفنيه، فيها كان يعني 3 لعيبه كبار جدا ولجنه تعاقدات كلهم ناس فنيين، وكنا طبعا احنا كلجنه كوره وانا كنت منهم يعني معاهم طبعا في الاختيارات. طيب سمعنا انه الكابتن حمد ابراهيم تم التوصل الاتفاق معاه لاداره الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي الفتره الجايه، الكلام ده مظبوط؟ مفيش حاجه رسمي حتى هذه اللحظه، احنا لازلنا في تفاوض مع يعني، لكن كابتن حمد طبعا من الناس اللي يعني موجودين في يعني في التفاوض. على احنا في اجتماع دائم في الاداره لحين التعاقد، لكن حتى هذه اللحظه مفيش حاجه رسميه مع اي مدرب. مفيش اي حاجه رسميه مع اي مدرب. طيب يعني الخطوط مفتوحه مع اكتر من مدرب، ولا خلاص التركيز مع كابتن حمد ابراهيم لحين نهايه التفاوض معاه؟ لا انت اما تيجي تتفاوض مع غزني بلان اي وبي وسي، عشان خاطر يعني ما تفاجئت ان انت ما وصلتش لاتفاق مع مدرب معين، ويبقى انت تدور من جديد. احنا فاتحين الاتصال مع اكتر من مدرب، وان شاء الله يعني بكره بكثير او يوم السبت ان شاء الله هنكون علمنا عن الجهاز الفني الجديد. استاذ خالد زين نائب رئيس النادي الاسماعيلي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.